القلوب وجهك وجهك وكفى ونطلب وجهك وجهك وكفى يا الله لا تخزينا صلواتنا فلتصعد صلواتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقة كباش وعود الانسمان مثل رائحة بخور وعود الانسمان فلتصعد صلواتنا لا تنسى العهد الذي قطعته مع أبينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسرائيل قديسا باركوا الرب يا جميع الشعوب والقبائل ولغات الألسن سبحوا مجدوا مجدوا وزيدوا زيدوا حلوا حلوا إلى الأبد أغن الرب عنا أيها السلاسة فدية القديسين في الرب ومسك واخدناه ليغفر لنا خطايانا قام الملك بطنسر صنما من ذهب وأمر لوقته هكذا قائلا إني قلت لكم يا معشر الشعوب والأمم والقبائل والألسن انصتوا وتأملوا لكلامي إذا ما سمع صوت البوق فخروا لوقتكم واسجدوا لصوت الذهب لصورة الذهب وإذ لم تصنعوا هكذا ولم تسمعوا لقولي لوقت تلقون في أتون النار المتقدة فلما سمع هذا الكلام جميع القبائل التي في مملكته خروا وسجدوا أمام الصورة الذهبية ما عدا الثلاثة فتية القديسين صدراك وميساك وأبدناغو فأنهم لم يطيعوا الملك ولم يسجدوا للصورة بل تخووا في قلوبهم وفي نفوسهم وأجسادهم وأقاموا على إيمانهم بالرب إله السماء فلما سمع الملك غضب غضبا عظيما وأمر أن يربطوا ويلقوا في أتون النار المتقدة وإذ بملاك الرب قد نزل من السماء وأطفأ لهيب النار وصيره كالندى البارد والثلاثة فتية القديسون مشوا في وسط الأتون وكانوا يسبحون الله بفرح مع ملاك الرب ثم وقف عزريا في وسط أتون النار وفتح فاه وبارك الله هو ورفيقاه معه قائلين مبارك أيها الرب سبحوه وزدوه علوا مبارك هو اسمه الممجد القدوس إلى الأبد بارك الرب يا حنانيا بارك الرب يا عزريا بارك الرب يا ميصائيل عبيد الله العلي بارك الرب يا جميع خائفي الرب إله السماء سبحوه ومجدوه وزدوه علوا قد آمن الملك بالله وكل الكلدانيون الذين في مملكته وقام الثلاثة فتية القديسين على كل ماله اطلبوا من الرب عنا أيها الثلاث فتية القديسين صدراك وميساك وأبدناغو ليغفر لنا خطايانا مجمع الآباء القديسين نستشفع بيهم كلهم أري برز مدينة ريا كون أوتين شوسين ترنتي سيئو كوس ماري أسمار بن صوتير انتفكا نوفينا نيفو برز مدينة ريا كون أوتين عرسي أمكي وسيسكو وأمي خائل نما مبري انتفكان نوفينا نيفو برز مدينة ريا كون أوتين عرسي أمكي وسيسكو رافا إلنم صوري
انت تكان النوفي ناني فور تبي ناري اغنوني عرسي انجلس اسخو وزا تبي زرسي ان مناني انت تكان النوفي ناني فور بس لدي ناري اغنوني اسرو ناصلي من شويسي نيشيرو بيم نمني سيرا انت تكان النوفي ناني فور بس لدي ناري اغنو تفتوى مبرز في تيروس انت فكا نو في ناني فور في ناري يكون استفادي ينعنكي يكون نمني أمحي مراني يمتكان انو في ناني فور ويب شوي ساري يكون ناشوي سنيوت باتري يرشيس أفرا أميسا أكيا انت فكا نو في ناني فور ويب شوي ساري يكون نوبي روبي انت شوي ساري يا جون إلي يسبي سسبي نملي سي أسبب ماسي انت فكان إنو في ناني فول شوي ساري يا جون أمي سسبي على شكل روضي سيسي مصاري يسني مرمي يسني كان إنو في ناني فول ويب شوي ساري يا جون دافت بي ربصة نمي زاكي هلنم داني انت فكان انو في ناني فور ويب شوي ساري يكون يوكن انا نسبت بالرز بتلوز من اليوم يوسف نمي قوديموس انت فكان انو في ناني فور ويب شوي ساري يكون ملشي صادق نم آآ نم زخاري يس نم سيمي انت فكان انو في ناني فور ويب شوي ساري يكون نغر سنتين بروفي تس نم دي اسمين مجي كيو ناري يا جوب برودرو موسم فاتستيس يو ان رفتي ام سنت فكان انو في ناني فو رفتي ناري يا جونو مشكي اهدف او انشون في بارسي نون ايوانجيلسي سفكان انو في ناني فو ويب شوي ساري يا جون ناشوي سنيوت نابوستو نمف سبيان تاني ماسي انت فكان انو في ناني فور ويكون سيري يكون في عرشيز يكون تسمر واستفانوس في شرب مارتيرو فكان انو في ناني فور ويب شوي ساري يكون بسيوري مصر فانجيلستيس ماركوس بيئة انت فكان انو في ناني فور ويكون سيري يكون بيخو بوروس مارتيروس يا شوي سبهور كغرقيو شوي ساري يكون سي أودوروس نمسي أودوروس نملا واندي نباني كاروس انت فكان نو في ناني فور شوي ساري يكون في لوباتير يرمر ريوس وابامي نان مابا فيكتور انت فكان نو في ناني فور شوي ساري يكون كريك لفزيوس نمسي أودوروس نم أباسخاي نم أبا إساءك انت فكان نو في ناني فور ويب شوي ساري يكون باسيلي جيس نم سيفيوس نم أكاريوس نم فيلوسيوس نم نو في ناني فور ويب شوي ساري يكون أبابي سورة نم أبابي نم أفايسي نم تكلا تفسون انت كان نو ناني فور ويب شوي ساري يكون جاسو بوروس المارتيرو يسطس غمالي ونغنية شوي ساري يكون أبا ياكوبوس بيفي نبي أجيوس أرجيوس نمواخوس انت فكا نو في ناني فور شوي ساري يكون ناسو بوروس مارتيروس بوس مالين سنيو نمتوما مكتبين نو في ناني فور شوي ساري يكون أبا كيرين ميو أنس بيرسون نم بربا نمي يوليان انت فكا نو في ناني فور شوي ساري يكون نفخو بوروس مارتيروس كريه أبطين ريسون انت فكان نو في ناني فور شوي ساري يكون ناسلو بوروس مارتيروس يوليوس نمني اسني
نتفكان النوفي ناني فو بكسرية كن يخو بروس مالدي روس مالنها سرد الصون نتفكان النوفي ناني فو بشوي سرية كن أفصر بامون دي بسكو بوس نفسادة نمغليني نتفكان النوفي ناني فو بكسرية كن يخو بروس مالدي روس بمشو شوي سريع جن أبا بيرو نمأ نميو أنس نمسيمي أنت كان إنه في ناني فو شوي سريع جن يخوف روس مارتيروس أبا شوي نتش في بيتروس كان إنه في ناني فو شوي سريع جن أبا إكلوك ببرز بيتروس نم أبا بقول نم أ If can in no vein on evil, choice area gone up, I am never mad at me, and if you have a money, Mr. أبا بتروس يرو مارتي روز نتفكى ناني فو سيري يكون أوني فيدي إم مارتي روز بستغروس مارسان يوسف كان النوبي ناني فو ومشوي سيري يكون أمي خائل بي غومي نمي خائل بي مناخوس نتفكى ناني فو شيني أفانتونيوس ما بافاف ننتفك ناني فو إيوان سيري يكون بيشم كسوى الأبا مكارين إنو شيرين الصبر بروس كان النوبي ناني فو فان شوي سيري يكون نا شوي سينيو ما ينوش أفا يؤنس ما فاداني إيل انتفك نوفي ناني فو إيوان سيري يكون نا شوي سينيو ما ينوش سوابن رومي أوس مكسي مسلم دو مك دفكان النو ناني فو إتوشيري يكون بيمير بسيت مارتي روز ميخلو ينتشي دفكان النو بي ناني فو إتوشيري يكون بيغور سواب آفا موسي نميو أنس بيكا دفكان النو ناني فو إتوشيري يكون آفا نودا بعرش بندني نما فاوي صاب في ماسيتي سندفك نوفي ناني فو إيوان سيري يكون أبا نوفر نما أبا كروس من بليوان لفتي يوسف كان النوفي ناني فو إيوان سيري يكون أبا سامو إلب ملوغي نمي يوسف ما بلون في ماسيتي سندفك نوفي ناني فو إيوان سيري يكون أبا رنم أبا هرنم أبا كان النوفي ناني فو ومشوي سريع قن أبا فانيوس نم أمون نمارشلي ديس نم أرسان يوسف كان ناني فو ومشوي سريع قن ناشوي سريع Ανασιος δι Αποστολικός Σαύρος νεμπιος Φόρος νεφκέ να νιβώ. Ανασιος δι Αποστολικός Σαύρος νεμπιος Φόρος νεφκέ να νιβώ.
مش ميتافسو فنيكي أز في ناد تفكا نو في ناني فو شوين سريع جن أبا هديد نما بيو أ نم بنيود بنشتي أبا برسو أنا ما باتي جن تفكا نو في ناني فو شوين سريع جن أبا برا أم بيو منوس نم بنيود أبا مركوس كان نو في ناني فو شوين سريع جن ني خروس انتين استبرو فروس تفكو كي فوليني شاب كان نو ناني فو شوين سريع جون أبا يوسف بيزيكي غلطة مطمئن كان النوبي ناني فو شوين سريع جون بنيوت سواب مكروفيوس نمنف شيرم مونا كان النوبي ناني فو شوين سريع جون بنيوت سواب أسكيتيس أبا بيضا بان ما ندري كان ناني فو شوين سريع جون أبا كسول نبا بي شوين نبا بطلين نبا بنم يوسف كان النوبي ناني فو شوين سريع جون أوني رومي انتليوس يوسف نمني قديموس كان النوبي ناني فو Christos di agi dimian antifka nani vo misere ye con paso y seguro constantinos nemilani di vorontifka nani vo soy seria con ni sabem parsinos ni shilit de Christo كان النوبي ناني فول ويسيري يغني الصواب تبايره بيوهيبه ويكاتا بفرانك كان النوبي ناني فول وصفتوس تنشيسي أموك نمبيهم نودوس دا جنسوك ببيقوي شائيني كاتا إيه سيس ملشي صادي ويسيري يغن بنيوك الصواب حد قاعد يا جماعة دايما المجمع كده الناس بتريح فيه عايزين نصلي بقى بكل قلبنا السهرة هتخش بقى في أعماقها أبدي باسم الإلة سيدنا إيسوس بخريسوس وأشرح في شرف معنى مكسيموس ودوماديوس بدئ كل كلامي في مريم في بارسينوس تساعدني في نظامي اشير النجي اغوز بكي يا ستة الجوال وسلام لإسم صوت السعدين فهجر إخوة ماكسيموس ودوماديوس يجلعوا التاجة ويرموها من فوق الروح محبة ملك سماوات ماكسيموس ودوماديوس تبع قول الإنجيل وعمل بنا مسوتك في حضن إبراهيم ماكسيموس ودوماديوس على رؤوسهم نجات
أخذ يا إبليس المنجوس ونال الفرح دائم ماكسيموس ودوماديوس دلهما جبل المنال أبوهما أبا غير أن يمضي لجبل شهاب إسقي مقاريوس منظرهما في البرية يشبهني أرجيلوس وصار أنا لقضية هي أسيموس وماريوس زانا تبصر روبان دوكان في عصوماتوس وصحفي أقصى الولية ماكسيموس ودوماديوس سارة بغير طريق وحملتهم أنجيلوس إلى جبل إسقيت ماكسيموس ودوما شاف الأمر باسم الرب في الشام وجبل شهاد ماكسيموس ودوما ديوس صاحبت رتلوا يا كواكب جبل شي مصابيح دير البر طوبى يا أبو باقى طوبى يا مقاري يا أب جبل وكل لأباء الروس يا عصيبي وشبابي وأنا ماشي بكل كل ورجاء فلبى كل الشياطين باسم الرب واتكأ في النعيم فارق ماكسيموس ودومادي فخري كل الروح بقور لوان أولاد الملك سلطان ماكسيموس ودوماديوس كالعنهما أبوما إلى أنبى حين دخل الفر بأكال النوراني ماكسيموس ودوما مضى عريس الماس وصاح بتسبيح ماكسيموس ودوما ديوس لا كل الأنعام باسم الرب القدس وصاح بتركنا عند الرب القدس وشريكه اسقفنا فيؤدي بسقوبوس لا تنسى يا سيدنا تغمطني منى وكل مراتي مهلنا بويب وين خريستيانوس والسلام لثلاث مقرات وكل لاباء الرؤوس ولا أب أنبائي سيزور
والمكرم بكل الإكرام لأم أرسانيوس وسلام إلى بابولا وإلى أب أمام بانك وأبينا أب شركة إلى أنبا باخوميوس وسلام إلى أنبا غراء أنبا يؤنس كما ببرس بطرس يا وادي هبيب شبهوا إلى أب بفردوس وأولاد الملوك سكنوا ماكسيموس ودوما ديوس يا جبل عظيم الشام متسبب بالفردوس مسكن الأباء الربع مسكن مع قاريوس طوبك يا جبل ساخن يا غزل صدر النجوم يا صاحب العذر الآخر مسكن مع قاريوس موضع صلوات ما طلبت لكل الآباء الروح السكان بجبل فيها تسقي مقاري كنت مكمن للأشرار ومأوى للنور صيرك أبو مجر متشبه بالفردوس شبكة روحانية جمعت من كل جنود الأزهار لا فوق رؤوس شبه السماء تغمرني أنجيلوس طوبك يا أبو ماجر طوبك يا مقاري يا من صرت كدي تستر خطايا نفوس يا جابر الأشرار وغسل صدر النفوس لكل من سكن أوضاع نظروا مقاري فوق الجبل العالي دون دير البرم سكنوا آباء أب صارخين قائلين قل سهارة ليل ونهار أولى مقاريون والسلام إلى مريم الشفيعة كل الجنود صاحبة سلامي إلى مريم الشفيعة في كل الجود في الاسم الأعظم ومفتح في الردود وسلامي إلى مريم الشفيعة في كل الجود صاحبة الاسم الأعظم ومفتح باب الفردوس الزوكسولوجيات بتاعت الست العذراء ست زوكسولوجيات شوف في واحد رقم واحد كده على الجنب نصلي بكل قلبنا لاني زما تكلمت من اجلك ايتها المركبه شربي يا لساني لا يتعاب ابا نغبطك لاني حقا امضي الى ديار بيت داود لاخر صوتا من قبل لكي اقدر بكرامتك لان الله وقف
في حدوده يهدي وأعطى صوت بتالل وصبت يوز قبل إليه صبت يوز هو العذراء الذي ولدت مخلصنا غبرية للملاك نحن نعطيك استا يا والدة لا مريم السلام لك من قبل الله السلام لك من قبل غبرية السلام لك من قبلنا قائلين السلام لك نرفعك الملاك المقدس غبرية البشر للعطرة مريم وبعد السلام قو بقوله لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعما عند الله ستحبلي وتلدين ابنا ويعطيه الرب إلى كرسي داود ويملك عهد يعقوب إلى أبد الأبد لأجل هذا نمجد في أوالد الإله كل حين اسأل الرب عنا ليغفر لنا خطايانا شريني أوتيبا سينوستي أورو من آلي تشير شوشون تبي أريك فنان إمانوئيل تدعو عريب تدعو تيب رفقاتي سيد نقطع رب شوي تيسو تفرسو تتكلم نوبي طالبون زينة العذراء مريم ابنة الملك ودعني من يسوع المسيح ابن الله إلى حبيب كقول داود الملك المكتل في المزمور قامت الملكة عن يمين الكرسي أنت أرفع من أشفار بم يا أم الله زد من أسرافي استا وعلى الأرض يوفاك أنت يا مريم لأنك ولدت الحقيقي وبتولي يدك مختومة وأنت باقي يا عذراء كما قال إشعياء بصف تهليلها فتاة عذراء ستلد الله عمانوئيل نرفعك يوما ذا يوما قائل مع غبرية لفراحي ممتلئة نعمة الرب معك شيريني اوتي بارسي تنر مكاري زين مون مغب يلبي عرشي انجي او بشويسي شوب نيمي غبرية للملاك بشر العذراء وابتدى بالسلام قال السلام لك ممتلئ نعمة ولما سمع صوته الملائكة العفيفة أجابت بحكمة وفكرت ما هو هذا فقال لها الملاك الملتهب نار الغير الجسد يا سيدة العذراء هاملي سم واسمعي مني فتاخذ فتتسع زاعي يا مريم ابنك وفي الرب الى الصراطي اختارك مسكنا له بالحقيقة تحبل بالكلمة الذي تمسك
لأجلنا نحن الفوق حتى عنا أغنياء. كيف يقول لي أجل لم يدخل إلي أحد أسألا؟ اغبرني ولا تخفي عني شيئا. الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظلل، الملائكة تسبح من أجل خوف خالقهم. سنجدين إن الله واحد ما طلب، لأنه هو إله أبانا وليس آخر غيره. أزهد بالقول أنه من قبلك ابن الله يصير في المستوى، فأنظري لا لأن الكل يخلص من قبلك. أبرام مريم من زرع إبراهيم الذي خلصت آدم من لعنة الخطية. شرنيوتي بارسي تورؤم من آلي سيني شير شوشون تيبين أريكفو نان الإمانوئيل. الشهر السادي أرسل غبريال كما في الإنجيل مقدس بشر حضر مريم. أرسل غبريال خادم الخلاص، أرسل العقل الجزداني إلى الحضر غير الدنسة. أرسل غبريال أقمنا بالدعاء جديدة، أرسي لا الحر إلى العفيفة. أرسي لا غبريا ليحيي الخزن الحقيقي، أرسي لا غبريا إلى البلاط العلوي. سر عجيب ومعجز مرت لأن كلمة الأب مع البشر. كنز لو نمجده مع أبي غير المبروك والروح المعزي، لأنه أتى وخلصنا. لما وقعت القرآن زكريا يرفع بخورا دخل إلى الهي وأكبر خدمته. ظهر له ملاك عن يمين المسبح وهو يرفع الباخر قائلا لا أهم يا زكريا، لأنه قد نظر إلى كرامتك وإمرأتك ستلد لك إب وتدعو اسمه يوحنا. وزكريا الكاهن عن يمين المسبح يا الله وبريا كلمه. إن امرأتك آليسا ستلد لك إب ويكون لك فرح وتهدي بمولده. قال كيف يكون لهذا؟ لأني قد شفت فإن رأي لصابت عقرا لا تلد. أنت تكون صامتا حتى يولد الصابت ومتى أبصرت عين اتمجد إلى إسرائيل. أرسل غبريا من قبل ملك الملك إلى مدينة من أجيال اسمها ناصرة. إلى فتاة ناصرة من بيت داود اسمها مريم ابنة ملك داود. شرني أوتي
أرس تيورو من آلي سيني شي شوشون تيبين أري إكفونان إمانوئي أنت عظيم حق أيها المبشر الحق في الطقوس الملائكة والطامات السمائية مبنية للمبشر العظيم في الملائكة وطامات المقدسة العلوية حامل السيف الملتهب نارا قد نظر كرامتك دانية للنبي وأعلمته سر السادس المحيي وزكريا الكاهن أنت بشرته بالميلاد الصابر يوحنا المعمدان بشرت أيضا أمنا العذراء قائلا سلام لك يا ممتلئ نعماء رب ما ستلدين مخلص العالم كله سبيل الغنوة أرشي أنجل الإسهوات أبري البيقايش النبي دكال النبي طالبون السلام لك أيتها العذراء التي ولدت الإله وصرت كرسيا للمسيح الذاتي وغير المحوى معا السلام لك السلام للحمامة الحسنة التي ولدت ابن الله حقا يسوع المسيح الكلمة الخالق السلام لفردوس المسيح تعالوا أيها الشعب المحب للمسيح سيدنا لكي نمدح السيدة العذراء قائلين السلام لك أيتها العذراء التي صارت كرسيا للسيد المسيح الذاتي وغير المحوى معا السلام للحمامة الحسنة السلام لك أيتها العذراء التي استحقت أن ترضع ابن الله من ثدييها الطاهر السلام لك أيتها العذراء التي تجسد منها خالق الكل السلام لك أيتها العذراء الستر الرفيع والحجاب المنيع السلام لك أيتها العذراء سيدة نساء العالم السلام لك أيتها العذراء الدرة الثمينة السلام لك أيتها العذراء التي أنارت الأفاق بعد الظلام السلام لك أيتها العذراء ابنة يواقيم التي عتقت جنسنا من نار الجحيم السلام لك أيتها العذراء التي فتحت لنا باب الفردوس مرة أخرى بعد إغلاقه في وجه أبينا آدم وأمنا حواء السلام لك أيتها العذراء الحنونة على جنس البشر السلام لك أيتها العذراء فخر العفة والبتولية السلام لك أيتها العذراء الطاهرة أولا وآخرا السلام لك أيتها العذراء التي أكملت كل الفضائل السلام لك أيتها العذراء المكملة بكل محاسن الشريعة السلام لك أيتها العذراء التي لا يقدر لسان بشري أن يبلغ وصف فضائلك لأن جميع الفضائل المتفرقة في القديسين كملت فيك وصار الخلاص موجودا السلام لك أيتها العذراء والدة الإله التي قبلت إليها الكلمة الأزلية من قبل البشارة من قبل البشارة المحية السلام لك أيتها العذراء التي صارت حجابا قد احتجب فيه الساكن في السماوات طوباك أنت يا مريم الطاهرة القديسة التي بلا عيب طوباك أنت يا مريم يا فرح إسرائيل طوباك أنت يا مريم العذراء لأنه قد ظهر منك مولود وهو ملك الملوك ورب الأرباب طوباك يا مريم ثم السلام لك ربوات سلام يا من قد جعلت لنا دالة عند الخالق وصارت لنا وسيلة وشفيعة عند ابنها الحبيب السلام لك يا مريم ذات القداسة والطهارة والعفة السلام لك يا من خصصت بالرحمة دون سائر الأمة السلام لك يا ملكة الملوك المختارة من جنس البشر
السلام لك يا من ظهر نورها واشتهر، السلام لك يا من شم بخورها وفاح، السلام لك يا من أشرق كوكبها ولاح، السلام لك أيتها القديسة مرت مريم التي خضعت لها كل الرتب العلوية والعساكر الملائكية، السلام لك أيتها العذراء تهليل الملائكة، السلام لك أيتها العذراء وفرح وبهجة السمائيين والأرضيين، السلام لك أيتها العذراء التي لم يوجد كمثل طهارتها الكاملة منذ أول العالم، السلام لك أيتها العذراء التي صارت رحمة لنا نحن المساكين، السلام لك أيتها العذراء التي صارت لنا شفيعة يوم الدين أمام ابنها الحبيب الذي ولدته، فلنسجد له ونسبحه ونزيده ونزيد في رفعته، ونطلب من تحننك أن تذكرينا عنده لكي يرحمنا ويغفر لنا خطايانا ويتجاوز عن أثامنا ويخلصنا من أتعاب هذا العالم الزائل ومن يد العدو المضاد لنا، لكي نباركه مدة أيام حياتنا وإلى الأبد، أمين. بوس الرابع. أمين هللويا كريالي سور Angelos tiro, alleluia, smo erop, nevzina mestiro. Smo erop, irin, empeio, alleluia, smo erop, nevzio, tiro, entebio, oini. Smo erop, nevio, ente, nevio, yali, nimniki mo, etsab, shoy, en, nevio, oi. Maro, smo, tiro, evra. نيتي ريم بفصاجي بدوات تشوسي نمني كلام قوتي رالي رياني شرم يطار من شمس بديرو نيسريو نمني تفني عوي تيرو هاليلويا نيتشات بين مني على طيتو ينتي يولو يتبقاي نمني أوسي رالي Parsinu salin, angeloi ne mahan aloi. Maro esmo tiro evrane, bechoy salin, bechoy evrane mahan. Befone volshu bejene bekainem en, vichen tvi alir, nachi se meptabin. Hallelujah, 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 Hall
خني يسنوس هاليلويا نمانسو يخني لا فايو تاليلويا فاي او فاي شوك خني يسوع تيرو انطا هللويا Hello.
خذوا بأيديكم زوات العشرة أوتار القيثارة التي لداود المرتل، وأرغنوا الموسيقى والبوق الروحاني، وأصرخوا بتهليل قائلين: باركوا الرب من السماوات، باركوا في الأعالي، باركوا الرب إلهنا بأسماء السماوات بدفوف شجية الصوت، ومجدوا اسمه وسبحوه. فيا إلهنا تليق أصوات المزمار، ويحصل له النشيد في صهيون والنذور في أورشليم. انشدوا لإلهنا نشيدا جديدا، وليفرح إسرائيل بالرب. رتلوا له باتفاق الصفوف وتمجيد روحانية. ادخلوا إلى ديار قدسه واشكروا بالتهليل. رتلوا لاسمه العالي، لأنه جعلنا له شعبا مبررا وأمة مطهرة. فلنسبحه بغير فتور. نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. المديحتين اللي جايين دول نقاوة كده، يعني كده يعني بيعدونا للي أجمل واللي جاي اللي وراه. حد قاعد ولا حاجة؟ أمدح حاضر وبتول بمعونتك، لم وأصيح بعل صوتي وقول السلام لك يا مريم، بشرك غبري يا لبي الميلاد أعظم بالبشرة سر، وقال السلام لك يا مريم. السلام لك يا مريم، جاري الأمام الشعب الجالس حيث الجال مظلم أشرق على نور الرب. السلام لك يا مريم، حلف الرب لداود بلا حق ولا يندم، وبك تم مفعود. السلام لك يا مريم، خلصتي أدا وبني بك من نار جهنم، نم وردتي إلى نعيمك فيه. السلام لك يا مريم، داود اليوم مسرور فرحنا حتى تلام في المزمور. السلام لك يا مريم، ذلك الحبل فرح لي معالي أحسام الرب الإله العظيم. السلام لك يا مريم، زالت اللعنة عنا والعار، وعتقنا من بعدم بحلول في ست الأرض. السلام لك يا مريم، سلام أنت للمجوس يرشدهم إلى المعظم، حتى أوقف أمام عمانوئيل. السلام يا مريم، ذو إليك وكب نظر المجوس، فأتبعوا عن عين وليرودس قد قطهو. السلام لك يا مريم، السلام لك يا مريم، صوروا به الفرسان كل منهم قد مرهن ذهبا ملوكا. السلام لك يا مريم، عاجلين
وأنا بالحق أعلم إني عاجز لسان السلام لك يا مريم. يا مغب عجلي وها في من أحيانا من بعد عدم كيف هرب لجبل قدس قام. السلام لك يا مريم المطرية الحم فقد شجر البلسم ومنه المير صنعه. السلام لك يا مريم قالوا لأباب الروح كما أحير وكلها وعظم هو مشروح. السلام لك يا مريم لكي من أعاجي كم لكي آيات عظام تحير فيك لا بي. بالسلام لك يا لولا الرب الإله لخلاص آدم تقدم لكنا في رج أعداه. السلام لك يا مريم مسافرة أكثر الشعوب والأمم وللحق هدي في السلام لك يا والرب قد أحيا حين جانا وتألم وإلى الحق هدي. لا السلام لك يا مريم لا تنسي بركنا والنحي وفر النعم وانت يؤنس فصفنا. السلام لك يا مريم يا رب نجينا لأننا شعبك وغنم رعيتك ارحمنا. السلام لك يا مريم والسلام بغير فتو ممن مدح فيك ونظم أبو السعد. قول السلام لك يا مريم وإلى رب القوة نصرخ يا رب رحم ونصيح بأعلى أصوات. السلام لك يا مريم وإلى رب القوة نصرخ يا رب رحم ونصيح بأعلى الأصوات. السلام لك يا مريم وإلى رب القوة نصرخ يا رب رحم ونصيح بأعلى أصوات. السلام لك يا مريم أفتح فيا بالتسابيح وأقول بقلب جريح يا ربي يسوع مسح أعطيني لسان فاصل لكي أسبح اسمك واشكر فضل إنعام يا ربي يسوع مسح علمني أحكام قدوس اسمك واحد ومماجد في قديسك يا ربي يسوع المسح ارحم صنع عيال مستحق ومستهجن التسبيح والتماجد يا ربي يسوع المسح تسبيح حلو ولذيذ. طبت للنار مدي نحو يدي يا ربي يسوع سح اسمك قل هنا عندي قعدت اتكالي عليك يا ربي لا تهملني يا ربي يسوع لا تتخلى عني روحك القدس لا جرحني عدوك
مرة كل يوم كل يوم أبارك اسمك يا ربي يسوع مسيح اجعلني من جسمك اشتاق نفسي إليك لا أرد عطشانا يا ربي يسوع مسيح برحمتك لا تنسانا لا تنساني سيدنا إلا من خيراتك يا ربي يسوع المسيح سبنا سعادتا سعادتا حلوة في حلقي الشاددة في الفاني يا ربي يسوع المسيح اغسلني من اسمي نشكر صانع الخيرات نسجد لربي يسوع المسيح ربي فلنركع له بخشوع رتب لنا احكامك وبجولة ثبتنا يا ربي يسوع ارفع شأني ملتنا ارفع شأن المسيحيين في جميع تسبح يا باغي لك البركة يا ربي يسوع ينبوع كل الخير يا رب خلص شعبك وباك ميراث ارفع شأنهم باسمك وورثوا ملكوتك ملكوتك يا إلهي ملكوتك والمال كله فاني يا ربي يسوع مسيح ملكك غير متناهي تتناهى كل ممال تفنك نوزل أبرا يا ربي يسوع أنت كنز الفجراء فجراء شعبك النيوم والمرضى محتاجين لا نادر سمينا لا نلا حجر اسم يسوع غالي القيمة غالي القيمة وك أغلى للدنيا تمام اسمه يسوع مسيح الغالي كل أسام غافر كل مطلوبنا ملكوتك ومرحمة موجودة يا ربي يسوع يا من طبع الجودة صاحب جودة وكريم وليس لك قط نظير يا ربي يسوع أنت على كل بصير باصر ومتطلع علينا تدبيرك يا ربي يسوع المسيح لا تحولنا لغيرك لا نعرف غيرك إلى إنجيلك صدقنا أنت
يسوع باسمك نتهلل نتهلل بلا ألحى ونرتب مزمور يا ربي يسوع تسبيحة فجو سرور سرورنا تسبيحة فجدنا يا مجدك يا ربي يسوع المسيح العظمة لك وحدك لك وحدك أنا أفضل وصناص الشر أمامك لتصدق أقوالك وتغلق في أحكامك حق طوعك ومراحمة متسعة يا ربي يسوع ارحم نفسي متضعة اتضعت أمامك واتكلت على أقوى يا ربي يسوع لا تطرحني على شمالك هي طبيعي وانت طبع كل إحسان ليس عبدي بلا خطيئة ولا سيئ بلا غفران الغفران من عين والرحمة هي من قبل يا ربي يسوع اهديني إلى سبلك تائل عني كحمل تجيل قار يا ربي يسوع المسيح اشفيكم لحواسي ما رحمة يا إلهي هي كثيرة جدا ما رحمة يا إلهي لا يحصى لها عددا ما رحمك يا إلهي أكثر من نبات يا إلهيك يا نبي علمية ما رحمك يا إلهيك لا أنا رنجرية يا رب رحم يا رب خلصني يا رب محو بصلاح اذكرني قدس 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 الله رب ما رحمة يا إلهي لا يحصى لها عددا ما رحمة يا إلهي أكثر من نبات الأرض ما رحمة يا إلهي قد فاقت كل عدد ما رحمة يا إلهي كفترات الأمطار ما رحمة يا إلهي أكثر من رمل يا إلهيك يا نبي علمي ما رحمك يا إلهيك لا أنا رنجري يا رب رحمنا يا رب
واذكرني قدوس 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 الله رب السماوات الخالق كل نفوس ورازقهم بالقدس نسألك يا ملكنا هادم رئاسة بطرقنا فيؤنس قصصنا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته للأبد أمين. أنا الحقيقة أحبائي في غاية السعادة إن ربنا أنعم علينا بهذه الكاتدرائية. أول ليلة نسهر فيها لما حدش يعلي الصوت، الصوت كويس. أول ليلة نسهر فيها سهرة كهكية، وإن شاء الله يكون فيها سهرات كثيرة جدا، وكل الشكر والتقدير للذين ساعدونا في إنشاء هذه الكاتدرائية وفي ذهني شخص معين، وكل الشكر والتقدير لشركة الراعي لتعبها من كل نوع يعني. وإحنا النهاردة إن شاء الله في القداس أعضاء مجلس إدارة شركة الراعي هنرسمهم شمامسة، وفي واحد منهم مرسوم شماس، والباقي نرسمهم تقديرا لتعبهم وربنا يساعدهم هم تعبوا في هذه المنطقة، وقدامهم تعب كبير في المدينة الجديدة بتاعت الهضبة أو مدينة نصر الجديدة، وقدامهم تعب كبير في منطقة الشادر، وقدامهم تعب في منطقة أبو جورج، وربنا يساعد إن شاء الله. نيجي بقى، هو أنتوا بردانين ولا حاجة؟ امبارح كان برد جدا في دير الريفة، يعني تلجنا. أنا مش قوي يعني بردت، بس لما في ناس تاني تلجت، وناس كتير خافوا يجوا الليلادي من البرد. يعني يخافوا من البرد؟ ده احنا اتحرينا وفتحنا الحتتين دول كده، ولو بردنا نبقى نقفله، بس مش هنبرد اصله في الليلة بقى. الجزء اللي جاي يعني فيه حرارة الروح، هتسخنوا قوي غالبا، هتقولونا نفتح تاني. مش هنفتح خلاص، مش هنفتح. على العموم ربنا يعطيكم دايما ان تكونوا في حالة يعني ولا بردانين ولا حرانين على طول. نرجع بقى نقول كلمة روحية هامة في الليلة الأخيرة، في الليلة الأخيرة في شهر كهك. الإنجيل بتاع النهاردة عن ميلاد يوحنا المعمدان وتسبحة زكريا الكاهن. أنا بس هاخد جملة واحدة من تسبحة زكريا الكاهن، قال إيه؟ قال بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا. قولوا ورايا كده يا أحبابي، أنا مش هتأمل غير في الخمس كلمات دول بس. قولوا ورايا، بأحشاء بأحشاء
رحمة إلهنا التي بها افتقدنا. كان ممكن يقول برحمة إلهنا التي بها افتقدنا، والكلام يبقى واضح جدا إن ربنا افتقدنا بتجسده الطاهر برحمته. إنما إيه كلمة بأحشاء دي؟ يعني إيه؟ يعني أحشاء مشاعر. كلمة مشاعر كلمة فقيرة، لكن كلمة أحشاء دي كلمة عميقة جدا. زي مثلا قدام المهندس محسن، مثلا المهندس محسن بيحبني، دي مشاعر بس، إنما علشان أعرف أحشاء قلبه ده موضوع عميق. ربنا كده، في فرق بين إن أنا أحس إن ربنا بيحبني، وفرق تاني إن أنا أدخل في أعماق، إن صح التعبير، إن صح التعبير، أعماق قلب الله، أحشاء قلب الله. كلمة عميقة جدا كلمة أحشاء دي. بالإنجليزي كلمة أحشاء يعني internal viscera، وكلمة viscera، كلمة viscera الأحشاء الداخلية دي، يعني القلب والرئة والكبد اللي هم اللي بيسموهم الفيتال أورجانز، اللي من غيرهم الإنسان يموت. من غير الثلاث أعضاء دول ممكن واحد يعيش، يشيلوا كلى ويحطوا الكلى، بس ما ينفعش واحد يعيش من غير رئة ولا من غير قلب. بأحشاء يعني بأعماق قلب الله. زكريا الكاهن معرفش حس بإيه، شاف إيه، عشان يقول بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا. فأنا عايزكم يا أحبائي تتأملوا معايا كده الدقايق دي في محبة ربنا لينا. محبة ربنا لينا إنه تجسد عشان يفدينا ويخلصنا. أقول لكم آيتين بس كده عشان تتخيلوا مجد الله. مجد الله، سليمان الحكيم لما جه يدشن الهيكل قال لربنا إيه؟ السماء وسماء السماوات لا تسعك. عايزكم تفكروا في الآية دي، إن السماء وسماء السماوات لا تسع الله. آية تاني جت في سفر حباقوق صح 3 آية 11، بيقول الشمس والقمر وقف في بروجهما، يعني كل واحد زي ما يكون ليه برج، شوفوا برج عالي كده، الشمس والقمر وقف في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان بريق مجدك. تاني، مجد ربنا ليه بريق، ماشي، بريق مجد ربنا ليه لمعان، ماشي، لمعان بريق مجد ربنا بيطلع منه سهام، سهام طائرة كده، السهام دي سهام منورة. تاني، مجد ربنا ليه بريق، بريق مجد ربنا ليه لمعان، لمعان بريق مجد ربنا بيطلع منه سهام طائرة منورة، نور سهامك الطائرة للمعان بريق مجدك. معايا ولا صرحتوا؟ لا شكلكم صرحتوا. صرحتوا؟ طب أقولها تاني، مجد ربنا له بريق، بريق مجد ربنا له لمعان، لمعان بريق مجد ربنا بيطلع منه سهام طائرة منورة. مجرد السهم
المنور اللي طالع من لمعان بريق مجد ربنا، الشمس والقمر بيقفوا كده قدامهم ولا حاجة، الشمس والقمر وقف في بروجهما أمام نور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. فمجد ربنا ده عظيم جدا يا أحبائي، مجد ربنا العظيم ده وربنا العظيم تجسد من أجلنا وولد من العذراء القديسة من أجلنا. عشان كده أنا دايما بقول جملة كل سنة، نحن نرى التجسد الإلهي بحسب مداركنا البسيطة، إنما السماء كيف ترى التجسد الإلهي؟ السماء كيف ترى التجسد الإلهي؟ فربنا من محبته تجسد من أجلنا. الآية المشهورة هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فلم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. آية تاني، معلمنا القديس بولس بيقول إيه؟ أنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، من أجلكم افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقره. الغني في مجده ده أخلى ذاته وتجسد من العذراء، أخلى ذاته وتجسد من العذراء، دي محبة شديدة. فأنا عايزكم تتفكروا في محبة ربنا اللي خليته يتجسد من أجلنا. معلمنا يوحنا الرسول بيقول في رسالته الأولى صح 4، بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذه هي المحبة، ليس أننا أحببنا الله بل هو أحبنا وأرسل ابنه من أجلنا، أحبنا وأرسل ابنه من أجلنا. وده اللي قاله بقى النهاردة زكريا الكاهن. قولوا معايا تاني، بأحشاء. لا لا انتوا نعستوا ليه؟ يلا كده بصوت عالي، بأحشاء. تاني، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا. فأنا عايزكم تفكروا كويس قوي في محبة ربنا لينا التي جعلته يتجسد من أجلنا. إحنا ليه عمالين نسهر الليالي الطويلة